محمود وانا بدور عليك. لا بس بدخن سيجارة. لا خليك قاعد، مفيش اسرار، ده المصنع. الو، ايوه انا جلال. ايه ازاي ده؟ يعني كده؟ طيب مالك يا فندم؟ في حاجة؟ خبر مؤلم يا محمود، راحت ثروتي. راحت ثروتك؟ ازاي يا فندم؟ المصنع حطوه تحت الحراسة. صحتك أهم من كل شيء، في داهية المصنع. شد حيلك يا فندم، مش كده أمال، كل شيء ممكن يتعوض. نفسي يا أخي. أبو الدهب، إزاز الكولونيا حاجة. ماله السجلال يا فندم؟ إزاز الكولونيا بقول لك إجري. جلال بيه، جلال بيه، جلال بيه، شد حيلك. إيه الحكاية؟ جرى إيه لبابا يا محمود؟ هاتي بابا. ما تخافيش، بابا بسيطة إن شاء الله. بابا كلمني يا بابا، بابا بابا. كوثر هاني مخليك عاقلة، ثم الناس بره لازم تكوني أثبت من كده. كوثر سلامتك يا بابا. ما تتخضيش، مفيش حاجة، أنا أحسن دلوقتي. إيه في إيه؟ الأستاذ جلال تعبان شوية. اسمع يا فريد، قرب جنبي، عايز أكون صريح معاك. ملوش لزوم دلوقتي. لا لازم أريح ضميري. حقيقي ما تفهموني. الموضوع بكل اختصار إن المصنع حطوه تحت الحراسة وأصبحت لا أمتلك شيء. خبر مؤلم فعلا، أنا في غاية الأسف. طبيعي لازم تزعل، ما أنتوا أهل. في غاية الأسف من جهة مركزي أنا. عاوز أقول إن أنا واخد بنتك باعتبارها غنية، بنت غني، ومرتب حياتي على كده. كده؟ وما إن الموقف المالي اتغير، أنا كمان من حقي أغير رأيي في الجواز. أفتكر يا سيد فريد إن الموقف يحتاج شيء من التضحية. مالك أنت؟ إيه اللي حصل؟ تتدخل ليه؟ بيتدخل لأنه شايف اللي قدامه إنسان هايف. خاصي أنت اللي تخرس يا أناني يا جشع. أنت جاي تتجوزني عشان طمعان في فلوس أبويا، ولما حصل اللي حصل ظهرت على حقيقتك وبانت ندالتك. برا، اخرج برا، برا. طيب هعرف اعمل ايه. برا. استنى، مش لازم حد يشوفك. اخرج من الباب اللي وراني. ها؟ اخرج. بعد اذنك يا استاذ جلال، انا هتصرف مع الناس وهعرف ازاي اعتذر لهم.